حاجه وحده اللي كنبغي نبدا بها بوغ لو ديفلوبمون ديال هاد لا استراتيجي دانيستري ديال المغرب. كنقول اودلا دو لا كونسوليداسيون دو ميد ان موروكو il faut toujours développer le made by morocco. صراحه هاد الخطوه اللي ماشي فيها المغرب في تطوير صناعه السفن بالمغرب والتصدير ديالها للاسواق الاوروبيه هي صراحه خطوه مهمه لي شانتي نافال اللي كاينين في المغرب، استراتيجيه مهمه باش تعزز من الصوره ولا مارك المنتوج المغربي في صناعه السفن، وفي اطار تعزيز هاد لا مارك ماروكان في صناعه السفن حوض السفن ديالنا قدر ينجح. ومن هاد الاستراتيجيات شونتي نافال في سمتا قدر باش في 2019 باش يخدم على لا كونستركسيون ديال واحد شالوتي دو 22 متر، ان شالوتي هيبريد، و سو بروميير نافير هيبريد هو كان لول في افريك، وفي هاد لو باساج عطى واحد لامباكت ايكونوميك بوزيتيف على بزاف ديال لي زاكتيفيتي و القطاعات، notamment quand on voit donc les équipementiers, les activités de high-tech, la fourniture des moteurs électriques et etc. On peut donc voir que dans ce projet, جاونا بزاف ديال الحمد لله بزاف ديال لي كليون ماروكان اي اترونجي ايزون مانيفيستي لوغ انتيري بور سو بروجي، وهذا الشيء ادى لا سيناتور ديال بزاف ديال لي كونطرا ما بين شانتي نافال سوس ميسا ديالنا و مع دي كليون ماروكان وحتى اترونجي بور كونستوير ان باتو ايدنتيك يعني هيبريد. صراحه هذا الشيء كيدل على الجوده اللي قدر يعطي شانتي نافال، هذا الشيء كيدل على اننا في السوق المغربي في لاندستري نافال ماروكان كتقدر تنافس دي مارشي انترناسيونال دي مارشي اوروبيان اللي حتى هما عندهم لو ميم دومين، وحنا قدرنا اننا نصنعوا لو ميم باتو في لي ميم نيفو دو كاليتي و بلي مواندر كو. علاش؟ حيت او ليو ان كليون اترونجي غادي يبني ان باتو باغي على في السوق الاوروبي قدر يصنعوا عندنا في المغرب بثمن قل وبجوده عاليه، وهذا الشيء كيدل على الكفاءه ديال 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 البيرسونيل والقدره ديال 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 لي زوفيي ماروكان على انهم يصنعوا ان تيل باتو، وهذا الشيء كيتماشى مع لا مودرنيزاسيون دو لا فلوت ماروكان.